سامعني كويس ان شاء الله؟ الصوت واضح. الحمد لله. ايه الصوت واضح. تمام. دكتور، تفضل. عندي سؤال أسأله بعد المحاضرة ولا كيف؟ يعني آخر العشاء آخر. انت اسال الان وانا بشوف اجابك الان ولا بعدين. تفضل. دكتور، في عندي جرامر ما عرفت أحدد هل هي ambiguous أو لا، اللي طيب، هي لانه ملوش علاقه بموضوعنا اللي احنا فيه الان، خلي لي اياها ليوم الخميس ممكن؟ ما اتوقعش يضل وقت اليوم بهاي المحاضره، بس يوم الخميس مش راح اعطيكم ماده جديده، راح اجاوب اسئلتكم اللي مثل هاي. اوكي، فاذا بتخلي لي اياها لمحاضره الخميس بجاوب لك اياها يوم الخميس. تمام، جزاك الله خير. لانه ملوش علاقه بالموضوع اللي احنا فيه، فبدي استغل الوقت عشان نكمل الامور وتوضح الصوره بشكل جيد ان شاء الله. جزاك الله خير. حياك الله أخي. أوكي، ما عنديش حق بالويتنج روم ولا غيرت الويتنج روم. طيب بإمكاننا نعمل ريكوردينج. بسم الله، هيك اشتغل ريكوردينج. خليني أعمل شير للسكرين. للسكرين ستارت. نعم أوكي يا إخوان، احنا شفنا كيف في المحاضرتين الماضيات كيف نعمل construction للفيرست سيت والفولو سيت. لا السيمبولز اللي عندنا لكل السيمبولز سواء تيرمينال ولا نون تيرمينال اللي في الجرامر اللي عندنا. ليش احنا عاوزين الفيرست سيت والفولو سيت؟ تذكروا، عشان نعمل construction للال ال 1 parsing table. تذكروا احنا لسه بنحاول نجاوب السؤال اللي طرحناه من محاضرتين فاتوا، اللي هي how to construct the LL1 parsing table. هذا السؤال. فأنا عندي production of this form، تحكي A can be replaced by alpha. اوكي، انا بعرف طبعا في التابل ال L1 parsing table كل نون تيرمينال له رو خاص فيه وكل تيرمينال له كولوم خاص فيه، طبعا بالاضافه للدولار ساين. اوكي، ففي عندي رو ل اي، رو ل تي، رو ل اكس، رو خاص ب واي. بدي احكي لما يكون عندي production تحكي E على سبيل المثال can be replaced with TX. اوكي، واضح لازم احطها بالرو E، فيش نقاش بالنسبة للرو، بس بأي كولوم لازم احطها؟ إذا بتذكروا الـ intuition behind الفكرة كلها هي انه لازم احطها ب الكولوم الخاص بالterminals اللي لما يظهروا عندي في الانبوت لما يكونوا هم النكست بلوك اهيد توكن يكون مناسب ويوسفول اني استبدل اي بي تي اكس. وحكينا هذا الكلام will be useful in two situations. situation الاول هو اذا كان الفا بامكاني ابدا فيها واعمل zero or more replacement steps. ذكروا الستار هاي شو معناها؟ zero or more replacement steps، وأصل لسترينج تي موجود في مقدمته، تي موجود في مقدمته، أو more formally نحكي تي is in the first of alpha بالحالة هاي. معناها بليز روح على الكولوم الخاص بتي وحط لي alpha. إذا بتذكروا تي اكس وين كانت موجودة في التابل؟ كانت تي اكس موجودة في الكولوم الخاص بانت والكولوم الخاص بأوبن الأوبن براكت. ليه؟ شو كانت تستنتج من هذا الكلام؟ كانت تستنتج إنه الفيرست
of tx حقيقة هي and وهي الopen bracket. عشان هيك هاي الألفة موجودة هون. صحيح doesn't take long عشان تستنتج هذا الكلام، يعني لو أحكي لك أوكي احسب لي الفيرست set لهاي الألفة الفيرست ل tx راح تحكي لي آه أوكي شو معنى هذا الكلام؟ يعني لو أنا أبدأ ب tx وأعمل zero or more placement steps strings اللي بحصل عليها اللي لها derivations راح تبدأ بشو؟ بأي terminals؟ راح تحكي أوكي والله التي بإمكاني أستبدلها ب إما E between brackets أو N twice، بالتالي راح أحصل على إما string بيبدأ ب open brackets طبعا في X أو string بيبدأ ب int. إذا الـ first set لـ TX هي إيش؟ open bracket و int. عشان هيك TX موجودة في الكولوم الخاص بـ int وموجودة في الكولوم الخاص بالـ open bracket and nothing else. Okay. Similarly هاي الـ plus E هاي الـ plus E أكيد موجودة بالرو الخاص بـ X، في شي خلاف على الرو الرو X أكيد، بس ليش الكولوم البلس؟ لأنه لو تيجي بتحسب الفيرست سيت بلس اي واضح راح يكون فقط بلس، عشان هيك هي موجودة هون. سيميلار للانت واي هاي ليش موجودة هون؟ لأنه الفيرست سيت لهاي الألفة هو انت. هاي ليش موجودة هون؟ لأنه الفيرست سيت إلها هو الأوبن براكت. سيميلارلي الستار واي موجوده في الكولوم الخاص بستار فقط. اوكي هذا السيتويشن الاول. السيتويشن الثاني اللي هو بتعامل مع الالفاز ذات كان ديس ابير، السيتويشن الثاني اذا عندي برودكشن اوف ذيس فورم اند اتضح انه الفا كان ديس ابير، يعني إذا بديت من ألفا وعملت زيرو أول مور بليسمنت ستيبس راح أصل لإبسلون. إيش معنى هذا الكلام؟ معناها راح يكون استبدال A ب ألفا راح يكون مناسب إذا كان T in the follow of A. شو يعني T in the follow of A؟ يعني الجرامر تسمح لي اشتق هذا السترينج. I can generate this string starting from the start symbol واعمل zero or more replacement steps راح اصل لسترينج of this form. شو المميز بهذا الفورم؟ المميز بهذا الفورم انه t جاي بعد الn، أو بكلمات أخرى more formally T in the follow set of A. بالحالة هاي it will be useful إني أستبدل A بألفا لأنه ألفا will disappear و T اللي هو next input token اللي حكولي آه جايك plus ولا جايك star ولا جايك whatever. إذا كان هذا a symbol in the follow set of A معناها it's useful to replace A with alpha لانه الفا will disappear وهذا السيمبل راح يصفي on top of the stack، وبالتالي I will be able to consume the next token الموجود في الانبوت. بالتالي شغلتين it will be useful I'll be able to consume it، والشغل الاهم انه legal انه يظهر في هذا السياق. In this context it's the algorithm the grammar بالاصح the grammar allows this symbol to appear. ما في عندنا أي parsing error. فلو نرجع للجرامر okay. نحكي هاي الألفا can this alpha disappear؟ صحيح لا، لانه هاي الالفا لو بديت فيها راح تصل لسترينج اما في open bracket او في int y
يعني في تيرمينالز، وهي التيرمينالز مش ممكن تخلص منها، they are permanent. هذا يمكن واحد من أسباب سموها تيرمينالز، you are stuck with them. Sorry، هاي الألفا cannot disappear. Can this alpha appear؟ لا، لنفس السبب، فيها terminals. Can this alpha disappear؟ لا، فيها end، كيف تخلص من end. Can this alpha disappear؟ لا، لأنه فيها plus. Can this alpha disappear؟ لا، لأنه فيها star. أما this alpha can disappear، إذن وين لازم أحطها؟ لاحظين حطيناها، حطيناها بالكلوزنج براكت، هذا حطيناها بالكولوم الخاص بالكلوزنج براكت والكولوم الخاص بالدولار ساين. حد بيعرف شو علاقة هذولا الكلوزنج براكت والدولار ساين بإكس؟ ذكروا حسبنا المحاضرة الماضية قولوا لا إكس، شو بتوقعوا كان فيها؟ مين بحكي لي؟ كان فيها closing bracket وكان فيها dollar sign فقط، وهذا سبب وجود الألفا هون في الكولومز الخاصة فيهم. هاي الإبسلون موجودة في هاي الكولومز، ليه؟ شو علاقتهم هذول السيمبولز البلس والكلوزنج براكت والدولار ساين بي واي؟ هم حقيقة الفولو. نعم، هم الفولو لواي بلس كلوزنج براكت دولار ساين. وطبعا كانك تتأكد انه انا صادق معكم لانه كل شيء مكتوب، مش هيك؟ فولولا واي هي نفس الفولولا تي اذا بتذكرون، وهي اللي انا حكيت لكم اياها من لحظات، تشمل بلس دولار ساين والكلوزنج براكت. الان خلينا نرتب هاي الافكار على شكل الجوريثم، الجوريثم فور كونستراكتنج ذا ال1 بارسنج تيبل. الالجوريثم شو بتحكي؟ بتحكي فور ايتش برودكشن اوف ذيس فورم. السؤال هو وين راح نحط الفا؟ الفا راح تنحط بالرو A، هذا الرو الخاص بهذا النون تيرمينال اكيد. فالرو معروف، الكولوم اي كولوم؟ الكولوم تي. شو هو تي؟ فور ايتش تي ان ذا فيرست سيت اوف الفا. روح لو سمحت شوف لي الفيرست سيت لالفا، لالفا مش لأ، لما لألفا. فلما يكون عندي production of this form أكيد راح أحط بالرو E T X. الرو ما فيش عليه لا، بس بأي كولوم؟ بالكولومز الخاصة بالسيمبولز بالterminals اللي موجودين in the first set of ألفا نفسها. فالفيرست تي اكس زي ما حكيت لكم شوي كان اوبن براكت وانت، عشان هيك رحنا على الاوبن براكت وحطينا فيه تي اكس، رحنا على انت وحطينا فيه ايش؟ تي اكس. واعمل هذا الكلام لكل البرودكشنز اللي عندك. النقطة الثانية في الالجوريثم، الستيب الثاني في الالجوريثم، تحكي والله اف ابسلون if epsilon is in the first of alpha شو يعني؟ يعني الفا ايش مالها؟ can disappear. بالضبط، معناها الفا can disappear. وإذا ألفا كان disappear معناها replacing A with alpha إذا كان the next input token in the follow set of A will be useful. تذكروا؟ إذا please روح لي على
الكولوم تي وحط اللي فيها. الخطوة الثالثة بتبين تكرار للخطوة الثانية للوهلة الأولى. شو بتحكي؟ بتحكي F نفس الشيء نفس الشرط. If alpha can disappear and the dollar sign is in the follow of A. أيضا روح لي على الكولوم الخاص بالدولار ساين وحط لي ألف. The first look بتبين إنه هاي repetition of the second step. هي نفس الشيء حكينا هون. ليش نعيده؟ للدولار ساين. مين بجاوب؟ إذا ألفا كان disappear والدولار ساين in the follow set of A روح على الكولوم الخاص بالدولار ساين وحط اللي فيه ألفا. ما هو نفس الشيء حكيناه هون. ليش الخطوة الثالثة ضرورية؟ عشان ما يصير إيرور يعني؟ لا، الدولار ساين يا إخوان technically speaking is not a terminal symbol. الدولار ساين هو ما بيظهر في البارس تري، ما بيظهر في السترينج اللي بدخله اليوزر عشان يعملوا بارسينج، انما هذا احنا سترينج بنضيفه من عندنا، الالجوريثم بضيفه من عندها بس عشان خطوات الالجوريثم. بس هو ما بيظهر، هو حقيقه ما هو تيرمينال سيمبل. لو كان تيرمينال سيمبل معنى اليوزر بامكانه يستخدمه في الاكسبريشن بتاعه، معناه لما ارسم البارس تري راح يظهر عندي دولار ساين، معناها لما اعمل ديريفيشن راح يظهر الدولار ساين. بس لا، لا بيظهر بالديريفيشن ولا بيظهر في البارس تري ولا بيظهر في الانبوت اللي بدخلنا اياه اليوزر، انما هو سيمبل من عنده. اذا هو تكنيكلي سبيكينج از نوت ا تيرمينال سيمبل. وهون احنا هاي الخطوه خاصه بالتيرمينال سيمبلز، اوكي؟ فعشان نحكي اوكي بكل بساطه، بليز هاي الخطوه بتحكي عمليا بليز اعمل الدولار ساين من هاي الناحيه زي وزي التيرمينالز. إذا لو نطبق هاي الخطوات على الجرامر تاعتنا، هاي نفس التابل بالمناسبة بس أنا غيرت ترتيب الكولوم صونا، أوكي؟ بس هي حقيقة نفس التابل اللي شفناها. التي إكس هاي ليش موجودة هون؟ هاي موجودة بالكولوم الخاص بي الأوبن براكت وبإنت بكل بساطة، لأنه الفيرست أوف تي إكس، لاحظ ما بحكي الفيرست اوف اي، مش اي اللي بتهمني، الفا اللي بتهمني. شو الفيرست لالفا؟ فيرست لالفا اللي هي تي اكس هي الاوبن براكت وهي انت. شو الفيرست ست لهم؟ اوبن براكت وانت. اذا وحط لي تي اكس في الكولوم الخاص بالاوبن براكت والكولوم الخاص بانت. هاي الالفا شو الفيرست ست اللي لها؟ واضح تشمل ايش؟ بس ال open bracket، فعشان هيك هي موجودة فقط هون. هاي الألفا موجودة هون لأنه الفيرست set of int y حقيقة هو int فقط، عشان هيك هي موجودة فقط هون. ال plus e ال star t موجودة هون نفس السبب. الآن لاحظ بالنسبة للخطوة الثانية والثالثة، can this alpha disappear؟ الموضوع اللي حكيناه من شوي، والله هاي الألفا cannot disappear، لأنه شو ما تعمل من replacement راح يظهر معك إما closing bracket إما brackets لما تستبدل T ب A between brackets أو int y، وبالتالي مش راح تقدر تتخلص منه. إذا الخطوة الثانية والثالثة بتنطبقش على هاي، بتنطبقش على هاي، بتنطبقش على هاي لنفس السبب، لأنهم they cannot disappear، كلهم فيهم terminals، بتقدرش تخلص منهم. هاي الخطوة الثانية بتنطبق والثالثة بتنطبق عليها. الخطوة الثانية والثالثة بتنطبق عليها لأنه هاي الألفا كان disappear، صحيح هي already epsilon. إذا وين راح أحطها؟ حسب الخطوات 2 و3 في الالجوريثم، تذكروا حسب الخطوات 2 و3 في الالجوريثم
if epsilon is in the first of alpha, روح على كل terminal in the follow of A وحط لي ألف في الكولوم الخاص فيه. Okay. إذن هاي الإبسلون موجودة هون وموجودة هون، لأنه حقيقة الفولو لX يساوي closing bracket يساوي دولار سيجما. هاي الإبسلون موجودة هون وموجودة موجودة هون وموجودة هون، لأنه بكل بساطة الفولو لواي يساوي إيش؟ closing bracket يساوي star ويساوي دولار ستار. Okay. الآن إحنا بنعرف how to construct ال LL1 table. الآن نقطة جديدة ومهمة، انتبهوا لها كويس. للأسف أحياناً لما أرسم الـ LL1 table بكتشف أنه في عندي مشكلة. ركزوا معي على هاي الجرامر البسيطة جداً. لو بدي أعمل construction للتابل، واضح أنا ما عنديش إلا non-terminal symbol جديد اللي هو S. ذكروا non-terminal تكتبهم كcapital letters، ما عنديش إلا S non-terminal. إذن عندي row واحد وعندي two terminals اللي مكتوبهم small letters ال A وال B، بالإضافة طبعا بنضيفنا عندنا شو الدولار ساين. هاي الجرامر لو بدي أعمل construction للتابل، بدي أعرف معناها هاي الألفة وين لازم أحطها في التابل وهاي الألفة وين لازم أحطها في التابل. حسب الألغوريثم SA هاي الألفة راح أحطها بالكولومز الخاصة بالفيرست أوف SA. شو الفيرست لـ SA؟ شو الفيرست سيت لـ SA؟ ذكر شو معنى هذا الكلام. يعني لو أنا أبدأ بـ S A وأعمل zero or more replacement steps، لإيش رح حصل؟ السترينج اللي رح حصل له شو موجود في بدايته؟ S A or B. بس لازم يكون terminals فقط للسترينج. يعني أنا بإمكاني أستبدل S بـ S A وعندي A من الأول صار S A A. وعيد الكلام هذا أي عدد من المرات أنا عاوزه، بصير عندي S A A A. أوكي؟ وات سم ستيج راح يكون في عندي S و followed by any number of A's أنا عاوزه. أوبس. لا لا لا. مضطر أحكي ديسكارد. كبست كبسي غلط شفتي. طيب بسيط. اوكي، فكنت احكي عن هاي الفيرست لهاي الاسئله شو بيشمل. فحكينا واضح انه انا بامكاني احصل من اس اي على اس فولود باي اني نمبر اوف ايز انا عاوز. ذا اونلي واي تو جيت ريد اوف ذس اس هو انه ايش استبيلها بشو؟ في بي. وبالتالي السترينج اللي انا راح حصل له اكيد لازم يبدا في بي فولود باي اني نمبر اوف از، لازم يبدا في اي في بي اس، لازم يبدا في بي. اذا الفيرست سيت لاس اي هو فقط بي. اذا هاي الالفا وين لازم اروح احطها؟ بالكولوم اللي خاص في شو؟ في بي. اوكي فاين، خلصنا من هاي الالفا. نيجي لهاي الالفا. هاي الالفا شو الفيرست إلها؟ هي تيرمينال، فيرست سيت لبي أكيد هو بي، ما بدهاش تفكير كثير. إذا هاي الألفة لازم أحطها كمان بالكولوم الخاص في بي. طبعاً none of them can disappear لأنهم كلهم الثنتين فيهم تيرمينالز، وبالتالي الخطوة الثانية والثالثة في الألغوريثم are not relevant. None of them can disappear. إذا that's it. هاي هي التابل اللي عندنا. تابل صغيرة لطيفة. لكن مع ذلك هي مشكلة. مين الذكي فيكم اللي مركز معاي؟ أكيد كلكم أذكياء، بس مين اللي مركز معاي يحكي لي ليش هاي مشكلة؟
عشانها بتدخل فلوب يعني. اوكي لفت لك يا جم، انت بتحكي عن شيء ثاني، بس انا بدي اطلع على هاي التيبل وتحكي لي ليش هاي التيبل مشكله. تذكر احنا شو ممنوعنا، موضوعنا شيء اسمه predictive parsing، والبروميس هو اذا انت حكيت لي شو النكست انبوت توكن I will be able for sure to tell you which rule to use. And I will be right every time. مش راح أغير رأيي وأحكي لك okay sorry I made a mistake. Please backtrack. No backtracking is allowed or is necessary. الآن هل هذا الكلام حاصل في هاي الجرامة؟ يعني لو أحكي لك النكست التوب نون تيرمينال هو S والنكست انبوت توكن هو بي، راح تيجي على هاي التابل عشان تعرف which rule to use. راح تروح على الرو اس، راح تروح على الكولوم بي، وراح تلاقي مفاجأة غير سارة. ليش مفاجأة غير سارة؟ لأنك راح تكتشف انه في عندك two rules هون. هاي الانتري بنسميها multiply defined entry في التابل. Two rules, which one to use? Ah, sorry, we will not be able to tell. شو المشكلة؟ Ah, المشكلة انه الجرامر تاعتنا is not LL1 grammar. Our grammar is not an LL1 grammar. That's why sorry the LL1 parsing algorithm will not work لهذا الجرامر. اسفين شو ممكنك تعمل؟ بامكانك تجرب والله، يمكن ما تكونش LL1، ممكن تكون LL2 انت وحظك. طبعا شكل التابل راح يختلف وموضوع beyond the scope of this course. حتى لو ما زبطتش 2 ممكن تزبط 3 ممكن تزبط 4، أو بإمكانك تتخلى عن فكرة الـ predictive parsing والـ top-down parsing altogether وتروح لنوع آخر من الـ parsing techniques، الـ parsing methods اللي هم بسموهم bottom-up parsers. اللي لا تخافوا مش راح يكون موضوعنا لهذا الأسبوع ولا موضوع داخل بالاختبار، لما راح نبدأ فيه الأسبوع القادم إن شاء الله، اللي هم more general than predictive أو top-down parsing, bottom-up parsing. الآن شو المشكلة إذا كانت في هاي التابل؟ إنه كان فيها multiply defined entry. This indicates إنها not L grammar, not L1 grammar. Many grammars are not L1 grammars. Any grammar that is not left factored is not L1 grammar. The list of not LL1 grammars include any grammar that is not left factored. يعني لو في عندك grammar على سبيل المثال بتحكي بإمكانك تستبدل T ب int star T أو ب int، واضح إنها not LL1 grammar بحالتها الحالية على الأقل. إذا بتحكي لي next input token هو int راح أحكي لك آسف ما بعرف which to rule to use. هاي الرول تبدأ بإنت، وهاي البرودكشن هاي الرول أيضا تبدأ بإنت. Sorry I cannot tell which rule to use. فحكينا أنت بحاجة تعمل left factoring. تذكروا شو يعني؟ تأخذ الكومن prefix اللي هو إنت، تستخدم non-terminal symbol جديد زي X، وتحكي X we can replace it with star T أو with epsilon. فعملت ليفت فاكتورينج،
هل النتيجة مضمون تكون ال1 grammar؟ Sorry to disappoint you. لا مش مضمون. بس إذا ما عملت left factoring أكيد هي مش ال1 grammar. إذا عملت left factoring احتمال تكون صارت ال1 grammar. أنت وحقك. لما راح نشوف the only way to make sure إذا الجرامر ال1 grammar ولا لا هو أنك تعمل construction للتابل. زي ما عملنا في الجرامر السابقة. اعمل construction للتابل وشوف عندك multiple defined entries ولا لا. لو في entry واحدة multiple defined الجرامر is not LL1. اذا انك تعمل left factoring مش جارانتي انه صارت الجرامر LL1. كمان اي جرامر فيها left recursion is not LL1 grammar. صحيح الجرامر هاي حقيقة كان بسهولة بامكاننا نحكم انها not LL1 بدون ما نعمل construction للتابل لأنه بكل بساطة فيها left recursion. تذكروا حكاية left recursion شو معناها. فأي grammar فيها left recursion is not LL1. أي grammar that is ambiguous is not LL1. إذا في ambiguity بالgrammar it's not LL1. Any grammar that requires more than one look ahead token is not LL1. شغلة مهمة تذكروها. هاي list is not comprehensive. شو يعني؟ يعني it includes other grammars. The only sure way to tell whether or not a grammar is LL1 ولا لا هي انك تعمل construction لل parsing table وتشوف هل فيها multiply defined entries ولا لا. مشكلتنا هي انه many programming languages are not LL1 بمعنى context free grammars اللي بتوصفهم are not LL1 grammars. تعتبر LL1 grammars too weak to capture كثير من constructs, programming constructs الموجودات بالجافا والسي والكلام. إذا شو الحل؟ في اتجاهين للحل. إما بدل ما يعني تذكروا الأصل في الأمور هي الK parsing وإحنا اخترنا إنه K تساوي واحد. Number of look ahead tokens يكون واحد. جرب إنك تستخدم اثنين. يمكن تكون الجرامر مش ال L1 بس ال L2 جرامر. جرب إذا ما كانت ال L2 جرب تزيد K وتصير ثلاثة يعني تعمل 3 look ahead tokens. طبعا شكل التابل راح يختلف راح يكون more complex لأنك راح لازم تأخذ كل بعين الاعتبار كل possible combination of 3 terminals فعدد الكولومز راح يزداد بشكل كبير. اوكي ما كانتش ال 3 ممكن تكون ال 4 يعني اعمل 4 لوك اهيد اوبريشنز او تنسى البريدكتيف بارسينج اول توجذر وتروح لشيء اسمه بوتوم اب بارسينج هو الموضوع اللي راح نبدا فيه الاسبوع القادم ان شاء الله. اوكي يا اخوان أي سؤال لهم؟ الآن في اكسرسايز بما أنه ما في أسئلة كالعادة في أسئلة؟ في اكسرسايز خلينا نشوف هاي الجرامر اللي هي شفناها قبل هيك في اكسرسايز شفنا هذا الاكسرسايز قبل هيك ووجدنا الفيرست سيت لهاي الجرامر إذا بتذكروا وشفنا هي بتختلف فقط عن الجرامر اللي اشتغلنا عليها المحاضرتين ثلاث السابقات اذا مش الاربعه بوجود هاي البرودكشن البسيطه هاي الاضافه البسيطه هاي خلت الفيرست سيت للسيمبلز اللي هون مختلفه تماما. وجدنا الفيرست سيت لو بدك توجد الفيرست سيت لتي اكس اسيميتر شو الفيرست سيت لتي اكس؟ يعني لو انا بديت بتي اكس وعملت زيرو اور مور ريبليسمنت ستيبس ليش راح اصل؟ تتذكروا؟ في عندنا ثلاث نعم في عندنا ثلاث نعم كلام سليم في عندنا ثلاث احتمالات اما استبدل التي بي اي بتوين براكتس
أو أستبدل T بإنت Y أو أستبدل T بإس بX أسف بإبسلون وضل عندي فقط X يعني راحت T راحت T ضل عندي X والX طبعا بإمكاني أكمل منها وأستبدلها إما ببلس E أو بإبسلون إذن الفيرست سيت لتي إكس راح يكون فيها أوبن براكت راح يكون فيها إنت راح يكون فيها شو؟ بلس بلس نعم راح يكون فيها إبسلون تبو كثير للإبسلون هاي فالآن أنا لو بدي أعمل كونستراكشن للتابل راح أروح للرو إي وأحكي لازم أحط أنا TX في الكولوم الخاص ب الأوبن براكت في الكولوم الخاص ب إنت بالكولوم الخاص ب بلس هاي بلس أوكي وبس لا مو بالمفروض بالدولار ساين نحط إبسلون برضو TX ليش دولار ساين؟ دولار ساين ما له علاقة هون بشو؟ بالفيرست سيت بس انت بتحكي صحيح بس هذا الحكي له علاقة بالفولو سيت انتبهوا كويس الآن تي اكس هاي الألفا كان ديس أبير بدليل انه إبسلون موجود في الفيرست سيت الخاص فيها إذا هاي تي اكس شمالها كان disappear وبالتالي صدر لي الستيب نمبر 2 والستيب نمبر 3 في الالجوريثم ايش مالها صفوا ريليفنت اذا كانوا ستيب نمبر 2 ستيب نمبر 3 شو بيحكوا في الالجوريثم الالجوريثم للكونستراكشن للبارسينج تيبل بحكي لازم الان تروح على الفولو سيت لاي بدك توجد الفولو لاي وشو تعمل؟ وتحط تي اكس في الكولومز الخاصة فيهم فالفولو لاي بعد التعديل هذا يا اخوان شو هي الفولو لاي؟ اليونيون تبع الفولو ل تي والفولو لاكس بديش أشتب كل شيء كلام أوكي ماشي الحال مين بكتب معي مين كتب اكتشفنا أنه الفيرست لتي اكس كان إيش كان أوبن وكان إنت وكان البلس وكان إبسلون نعم أوكي الآن الفولو لإي وعشان احسب الفولو لاي شو بهمني بهمني البرودكشنز اللي بتظهر فيها الاي على الجانب الايسر لا بهمني البرودكشنز اللي الاي بتظهر فيها على الجانب الايمن هاي البرودكشن وهاي البرودكشن من هاي البرودكشن شو كان يستنتج شو ممكن يجي بعد الاي كلوزنج براكت بديش انسى الدولار ساين بما انه الاي تذكروا اذا بما انه الاي هي الستارت سمبل الدولار ساين ديفينتلي موجود فيها على طول شو غيره الكلوزنج براكت من هون شو كان اني استنتج عن الاكس الفولو سيت الفولو حق الفولو سيت حقت الاكس هي جوا الاي نعم بالضبط انه الفولو لاكس هي سبسيت اوف فولو اوف اي اي شيء ممكن يتبع الاكس بعد ما تستبدل الاكس في بلس اي حقيقه صار بعد الاي صار يتبع الاي اذا الفولو لاكس هي مجموعه جزئيه هي سبسيت اوف ذا فولو اذا بدي الفولو لاكس لما اجي لهون راح اكتشف كمان ان الفولو لاي هو مجموعه جزئيه من الفولو لاكس اذا they must be the same they must be the same set then that's it صحيح هي نفس الفولو لا
اي قبل التعديل، يعني التعديل هذا ما اثر على الفلو الاي. فاين. اذا نروح على التابل، نروح على التابل على الكولوم الخاص ب اي، واتفقنا راح نحط تي اكس في الكولوم الخاص ب انت، لانه الانت ان ذا فيرست اوف تي اكس، والكولوم الخاص في الاوبن براكت لانه الاوبن براكت ان ذا فيرست سيت اوف تي اكس، والكولوم الخاص في البلس. اذا نعم تي اكس، نعم تي اكس، نعم تي اكس. بس شو كمان، بما انه تي اكس كان ديس ابير الان، لازم احط تي اكس في الكولوم الخاص بالدولار ساين، والكولوم الخاص بالايش بالكلوزنج براكت. دولار ساين اللي بالاخير راح احط فيه تي اكس، كولوم الكلوزنج براكت ايضا راح احط فيه ايش في تي اكس. ليه؟ بكل بساطه لانه هاي كان ديس ابير، هاي الالفا كان ديس ابير. اوكي يا اخوان، بتهيألي هذا وقت مناسب للأسئلة. إذا عندكم أسئلة، وإذا ما في أسئلة ممكن توقف هون. معلش يا دكتور، لو كملنا عشان نوجد الفولو ست للتي، الفولو ست للتي بدك؟ إيه أوكي، ما ولا يهمك. هاي الفولو ست للتي، في حد بكتب معي؟ اوكي، مش راح نحتاج هذا الكلام. صحيح، عشان اوجد الفولو لا تي، شو بهمني؟ بهمني هاي البرودكشن؟ لا، بهمني هاي البرودكشن اللي تي فيها على الجانب الايمن، بهمني هاي البرودكشن اللي تي فيها على الجانب الايمن. من هاي شو كان استنتج؟ سؤال كثير مهم، كان استنتجها وات كان فولو تي. سؤالك كثير كويس بالمناسبة. انتبهوا شو؟ الفيرست لإكس. الفيرست لإكس طبعا بدون الإبسلون، الفولوسيت ما بحط فيها إبسلون أبدا. فالفيرست لإكس إذا بتذكره هو بلس مع إبسلون. لا سوري، مش راح نحط الإبسلون، بس راح نأخذ البلس. بس الإبسلون tells us something very important about x. إنه x can disappear. First x فيها plus وفيها epsilon. أخذت فقط plus، ما بأخذ epsilon وبحطه بالfollow. هو اللي بيهمني. بس epsilon هذا صح ما حطيته بالfollow، بس it is very significant. لأنه tells me that x can disappear. و if x can disappear صفة في علاقة يا أخوان بين إيش وإيش؟ بين الـ T والـ E. بالضبط، بين الفولو لـ E والفولو لـ T. namely الفولو لـ E is a subset of الفولو لـ T. أوكي، إذا union بدك تضيف لهذا الكلام الفولو لـ الفولو لا اي. تذكروا الفولو لا اي اللي حسبناها من شوي؟ شو كان؟ open int close check plus والدولار ساين، صح؟ لانه الاي هي start symbol وclosure bracket وclosing bracket كمان. ايه. نعم نعم، كلام سليم. اسف، الاوبن براكت مش ان ذا فولو اي، الا كانت الاوبن والكلوز والانتجر والبلس والبلس. لا لا لا، الاوبن كانت شو اسمه بالفيرست سيت، بس مش بالفولو سيت. اللي ممكن يتبع الاي اخو هو الكلوزنج براكت. اوكي، وهو ايش؟ الانتجر والدولار ساين. لا انا اسف، بس الصحيح بس الكلوزنج براكت والدولار ساين. سوري خربشتكم، هذول فقط تاكدوا بامكانك تتاكد من الامور. احنا عملناها من شوي والمحاضره مسجله، في امكانك ترجعوا للتسجيل وتشوف. الفولو لا اي اخوان هو فقط الدولار ساين، لان الفيرست
سيمبل الستارت سيمبل والكلوزنج براكت، لانه من هون بس ممكن يجي بعد الاي كلوزنج براكت نوتنج ايلس. اي بس مو بالدكتور، احنا مو قلنا الفولو ست حق الاي هو نفس الفولو ست حق الاكس برضو؟ مزبوط. وشو كان الفولو ست لاكس؟ كان معه البلس. لا الفولو ست لاكس تذكر من هاي اكتشفنا انه كمان هي الفولو لا اي هي سبسيت اوف ذا فولو اوف اكس، فمن هاي استنتجنا انه الفولو لا اي هي نفسها الفولو لا اكس. اوكي وهم فقط الكلوزنج براكت بالدولار صار. تمام. اذا فاين البلس يونيون شو؟ يونيون الكلوزنج براكت يونيون الدولار صار. اوكي طيب من هاي زي ما حكى زميلكم لها علاقه، بتحكي انه في علاقه بين الفولو لا اي والفولو لا اكس. الفولو لا اكس سبسيت من الفولو لا اي كنا نحكي من شوي. اذا روح لو سمحت واحسب لي الفولو لا اكس من هاي راح تستنتج كمان انه الفولو لا اي سبسيت اوف ذا فولو اوف اكس، ومن هاي وهاي مع بعض تستنتج انه they must be the same set. الفولو لا اي هي نفسها الفولو لا اكس، وبالتالي فاين هاي اللي انا حسبتها هون هي الفولو لا اكس. اوكي هي نفسها الفولو لا اي. ذكروا انا كنت بيش بدي، انا كنت بدي احسب الفولو لا تي. اوكي فانا طلعت لهاي بالغلط صحيح. انا بصدد حساب الفولو لا ايش لا تي. فاللي بيهمني هون شو هي الفولو لا تي. من هاي في واضح بما أنه تي ظاهرة هون في علاقة ما بين الفولو لتي والفولو لواي. الفولو لواي هي subset of the follow of تي. إذن روح احسب لي الفولو لواي راح تكتشف من هاي أنه كمان الفولو لتي subset of the follow of واي. إذن فاين اللي حسبناها هو مش بس الفولو لتي إنما أيضا الفولو لواي. اللي هي إيش؟ plus closing bracket والدولار ساين. هذول هم الفولو التي في نفس الوقت الفولو لواي. أوكي سؤالك كويس. مين اللي سأل؟ أنا. أوكي فلوني مش عارف شو الاسم. مالك. مالك. إيه. حياك الله. الله يحفظك. أوكي إخوان. فرجاء تكملوا الاكسرسايز هذا وحاولوا تعملوا كونستراكشن للتيبل، وبنحاول نكملها ان شاء الله بمحاضره الخميس. دكتور نعم سؤال اسال الحين ولا يوم الخميس نهايه المحاضره؟ عفوا اخي السؤال اللي كنت اقوله بسالك اياه الان خلص الوقت. إذا بدك الطلاب يستفيدوا من السؤال والكل يحضر لأنه يمكن مش الكل يقدر يتابع معنا. خلاص تمام خليل الخميس إذا مستعجل أنا ما عندي مشكلة، أنا عندي وقت يعني. إذا بتحب تسأل الآن أوكي اسأل الآن واسأل الخميس يلا. شو السؤال؟ اللي هو في عندي قمر ما أعرف اللي هي أمبجوس اللي هي إس أدي إلى أنت نجمة إي بعدين أور انت بلس معلش تعيد بعدين ايه ايش تؤدي الى انت نجمة اي او انت بلس اي بعدين اي تؤدي الى انت اي تؤدي الى انت ايوه هيك هي جرامر بسيطة جدا ما فيها ما هي امبيجوس. هاي الجرامر من كانك تعيد كتابتها وتحكي انه انت ستار انت او انت بلس انت هذول ايكوفيلنت تماما لانه الاي كانت تستبدلها بانت. فصفى عندك جرامر بسيطة جدا فيها تو سترينجز لانجوج ال اوف اس فيها تو سترينجز انت بلس انت وانت ستار انت
هاي لانجوج بسيطة فتكون ما هي امبيجوس صح؟ أكيد ده ما هي امبيجوس لأنه بإمكانك تعطيني هذا الإكسبريشن أو هذا الإكسبريشن وهذا راح يكون له بارس 3 مختلف عن بارس 3 لهذا وفيش سترينج له 2 بارس 3 له مور ذان 1 بارس 3 لا طبعا مش امبيجوس وهي جرامر كثير بسيطة تمام جزاك الله خيرا دكتور حياك الله نشوفكم إن شاء الله يوم الخميس مع السلامة خوفتني يا زلمة بدك عندك أسئلة